اخواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبنا وصفات تاع بغرير خفيفه وسهله وناجحه 100%. نبدو بالمقادير مباشره في طريقه التحضير. عندنا نحتاجو هنا مغرف كبيره تاع خميره تاع الخبز، مغرف كبيره تاع السكر، مغرف صغيره ملح، حبه بيض، ووحده خميره كيميائيه. ونحتاج 3 كيسان فارينة و 3 كيسان ماء. نغربلو الفارينة تاعنا، هادوك 3 كيسان فارينة. ونضيفو لهم مغرف خميرة كبيرة ومغرف ملح ونخلطوهم مليح. البنات، هذه وصفة ناجحة 100% كما قلت لكم، وما تخافوش ما تندموش عليها. رانا نضيفو في الكاس الثالث، ونزيدو هذيك الخميرة والسكر. نخلطوهم مع بعض. ونبدو نزيدو في الماء 3 كيسان تاع ماء، قلنا 3 فارينة و 3 ماء. ونخلطو ديك الفارينة مع الماء باش ما تكونش عندنا هذوك الحبيبات، وغادي نميكسوها من بعديها. نستعمل ميكسور باش نميكسوها. نخلطوهم ونزيدو هذيك خميرة الحلويات، نضيفو ديك الخميرة هذه تاع الحلويات والملح والبيض. غادي نخلوه كي نبدو نميكسو، كي نميكسو شوية الخليط تاعنا نضيفو ديك البيضة نزيدوها. نجيبو الميكسر تاعنا، نبدو الميكسو. كي نشوفوه تميكسا مليح نزيدو ديك الحبة تاع البيض ونميكسوها شوية ونخلوه يريح لمدة 20 دقيقة على حسب حرارة المطبخ تاعكم كي داير. هنا بعد ما خمرنا خليناه يريح، غادي نبدو هنايا ديريكت في الطيب تاعه. المقلة هنايا اللي استعملناها لازم تكون باردة، هذيك المقلة لازم تكون باردة ولازم تكون ما تلصقش. بدينا هكا نديرو الخليط في الوسط، هذاك المقلة قلنا تكون باردة ونخلوه يطيب. دوك تلاحظوا هنا جربت معكم الحبة الاولى حتى الاخر، تشوفوا النتيجة كيفاش تكون.
وبعد ما نعاودو نبغو نستعملو المرة التانية المقلة، نروح نحلو عليها الماء بارد، نديرو فيها الماء بارد باش تبردلنا، ونشفوها عاد ونزيدو الزاوجة باش نطيبوها. هاد لا غوسيت تاع البغرير تجي ساهله بزاف بزاف ويجي خفيف، نتمنى ان شاء الله تجربوها. راكو تشوفوا هنايا كيفاش راهي يتقبلنا البغرير تاعنا، وهذا دليل على نجاح الوصفة تاعك. ما تنسوش تشتركوا في القناة أخواتي، تضغطوا على زر الجرس باش يصلكم كل جديد. أولا البغرير تاعنا هنا صاير تقريبا، صاير طاب، شوفوا كيفاش تجي. وبعد ما نطيبوا الحبة تاعنا تاع البغرير، ندهنوها بشوية تاع دهان، كي تكون حامية ندهنوها بالدهان. وهذه هي الوصفة تاع اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم وسهلة وخفيفة، إن شاء الله تجربوها وتعطوني الآراء تاعكم في التعليقات. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.